جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات بعثت تقول السائلة أم ياسين تسأل وتقول: هل يجوز للمسلم أن يدعو الله ألا يطيل علينا الدنيا بمحنها ومصائبها وأن يعجل لنا بالدار الباقية؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بنهاية الحياة والموت، بل على المسلم أن يدعو الله حسن الخاتمة أن يختار الله له الخيرة الصالحة، فيقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وأحيني ماذا، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، فيفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وحياة المسلم خير له، يتزود من الأعمال الصالحة، وإذا أصابه شيء يضايقه فإنه يصبر ويحتسب، لأن هذه المصيبة إما تكفير لسيئاته وإما رفعة لدرجاته، فيرضى ويسلم بقضاء الله وقدره. وإذا كان باستطاعته تعاطي الأسباب التي تزيل عنه المكروه من المرض والفقر والحاجة، بأن يعمل الأسباب فيتعالج من المرض ويطلب الرزق حتى يغنيه الله من الفقر، ففعل الأسباب النافعة مأمور به أيضا.